في لبنان استطاعت لجنة التحكيم إنها تلتقي بياسين صاحب الموهبة المميزة من سوريا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا عليك. اسمي ياسين الرجب. أهلا وسهلا ياسين، كم عمرك حبيبي؟ عمري 12 سنة. من وين؟ أهلا وسهلا. من وين يا ياسين؟ من سوريا، من دير الزور. أهلا وسهلا بأهل سوريا. أهلا وسهلا فيك حبيبي. يلا نسمع إيش عندك؟ مثل شو؟ قرآن كريم طبعا، تقليد كبار القراء. ما شاء الله. طيب خلينا نسمع كمان. مين كبار القراء اللي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، الشيخ المنشاوي، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ البهتيمي. تسمحوا لي اطلب منه عبد الباسط؟ تفضل تفضل. طبعا سمعني عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله، ما شاء الله عليك. صدق ما الله، شاء العظيم. الله عليك. احسنت، الله احسنت، عليك. احسنت احسنت ما شاء الله. ننتقل للمشاوي. يلا نسمع كمان مشاوي. تفضل يا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أحسنت أحسنت أحسنت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. أحسنت أحسنت. ياسين أنت مبدع ما شاء الله عليك، يعني وسحرتنا بصوتك وبأدائك، ما خليت لنا حكي بصراحة. ياسين انت ان شاء الله لك مستقبل، يعني اعتقد الموهبه اللي عندك حاليا كثير من الفنانين والمطربين والمغنين والمنشدين ما وصلوا لها كثير، تمام؟ واعتقد هذه الموهبه هي من ربنا، فسبحان الله اللي بيخلق اصوات بتخلي الانسان فعلا يسبح ربنا عليها. انت عندك مزمار يا ياسين، مزمار من مزامير آل داود، الله يبارك لك، تستاهلها. يعني ما شاء الله عليك. بدي اياك بس هيك تسال الله انه يديم عليك هالنعمه، لانه هي نعمه لازم تشكر عليها الله كثير. ها، شكرك لله عز وجل على هاي الموهبه وهذه النعمه، يكون بانك تستخدمها فيما يرضي الله، يرضي الله عز وجل. ماشي ان شاء الله، وانت ان شاء الله انك تكون فعلا كنز. اسمحلي انا عاد بعد ما اللجنه اعطوك بر وبر وبر، ثلاثتنا نقول لك انت بر. تفضل حبيبي، تفضل يا اهلا وسهلا بك. أن العطايا حفظ عين واكتساب، فمبارككم طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المرات باحتساب. قد تنام حلمكم من مثلكم، قد حاز من دنياه حفظا للكتاب، وثوا ما دامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب.